السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. انتهت المباريات التي قامت في الجولة 26 من الدوري المغربي، انتهت اليوم الاثنين 31/8/2020، ومش باين أي ملامح للدوري المغربي هيستكمل ولا لأ. هو فاضل 4 جولات، ده غير إن في مباريات كتير للرجاء والوداد مؤجلة والفرق تانية. مبدئيا كده نتائج المباريات في الجولة 26، المباريات اللي اتلعبت يعني: أولمبيك أسفي فاز على الدفاع الحسن الجديد 1-0. مباراة رجاء بني ملال أمام نهضة بركان تأجلت، مباراة الرجاء أمام اتحاد طنجة تأجلت، ويوم الأحد برضه مباراة نهضة الزمامرة أمام بلدية وجدة تأجلت، ومباراة المغرب التطواني أمام الوداد، وحسنية أغادير أمام الفتح. يوم السبت 29/8 الماضي الجيش الملكي تعادل أمام أولمبيك خريفكا 1-1، وسريع وادي زم تعادل أمام يوسفية برشيد 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المغربي بعد ال3 مباريات دول. عندنا في صدارة الترتيب في المركز الأول الرجاء لعب 22 مباراة لديه 45 نقطة، في المركز الثاني مولودية وجدة لعب 25 مباراة لديه 41 نقطة، الوداد في المركز الثالث ب40 نقطة لعب 21 مباراة فقط، نهضة بركان في المركز الرابع ب40 نقطة لعب 22 مباراة، الفتح الرباطي في المركز الخامس ب36 نقطة لعب 23 مباراة، الجيش الملكي في المركز السادس 34 نقطة لعب 23 مباراة، الدفاع الحسن الجديدي في المركز السابع لعب 24 مباراة ولديه 34 نقطة، المغرب التطواني في مركز سام 33 نقطة، أولمبيك أسفي في مركز ال طبعا لعب 25 مباراة، أولمبيك أسفي في مركز التاسع ب32 نقطة لعب 25 مباراة، يوسفية برشيد في المركز العاشر ب30 نقطة، حسنية أغادير في المركز ال11 ب28 نقطة لعب 24 مباراة، سريع وادي زم في المركز الثاني عشر ب27 نقطة لعب 24 مباراة، نهضة الزمامرة في المركز ال13 ب25 نقطة لعب 23 مباراة، أولمبيك خريفكا في المركز الرابع عشر ب24 نقطة لعب 24 مباراة، اتحاد طنجة في المركز ال15 ب15 نقطة لعب 20 مباراة، ورجاء بني ملال في المركز ال16 والأخير ب9 نقاط ولعب 21 مباراة. بالنسبة لترتيب الهدافين بعد هذه المباريات في الجولة 26، رضا هجهوك في المركز الأول لعب أولمبيك خريفكا و10 أهداف، يتساوى معه كريم البركاوي ولاعب حسنية أغادير، وفي مركز سان جوزيف كينيدو لاعب الجيش الملكي ب9 أهداف، يتساوى معه نوح وائل لاعب مولودية وجدة، في المركز الثالث حميد حداد لاعب الرجاء ب8 أهداف، وإسماعيل خافي لاعب مولودية وجدة، في المركز الرابع إبراهيم البحريري ولاعب سريع وادي زم ب7 أهداف، وجيان كومبوس لاعب الفتح الرباطي، وكسادي كاسينجو لاعب الوداد، وسفيان رحيم لاعب الرجاء، في المركز الخامس أيوب لك عداو لاعب أولمبيك أسفي ب6 أهداف، وعبد الصمد لمبركي لاعب نهضة الزمامرة، وأيوب لك حل لاعب المغرب التضواني، وابراهيم البحري لاعب نهضة الزمامرة، وبن بلانغو لاعب الرجاء، ووليد الصبار لاعب اولمبيك اسفي، وزكريا فاتي لاعب يوسفية برشيد، في المركز السادس عبد الاله عميمي لاعب الجيش الملكي ب5 أهداف، وعبد الصمد نياني لاعب يوسفية برشيد، وسيمون موسوفا لاعب الدفاع الحسن الجديدي. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومات مفيدة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 26، المباريات اللي اتلعبت طبعا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، زملك الفيديو، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.